بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اليوم معنا مسجد ومعلم من المعالم الإسلامية، هو مسجد من المساجد التي صلى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقال عليه مسجد المستراح. مسجد المستراح يبعد عن المسجد النبوي 2500 متر، حوالي 2.5 كيلو. وأيضا له مسمى آخر، يقال له مسجد بني حارثة لوقوعه في منازل بني حارثة. هذا المسجد يقال مؤرخو المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه، والمؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم استراح في هذا المسجد حين عودته من غزوة أحد. طبعا هذا جبل أحد، وهنا حوالي 2500 متر المسجد النبوي. نحاول نقرب لكم، هناك عند الفنادق. كما ذكرت لكم انه يقال له مسجد المستراح، لان النبي صلى الله عليه وسلم استراح فيه حين عودته من غزوة احد. جدة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد، مسجد بني حارثة.